وزارة الداخلية. طبعا في الطريق لملعب لوسيل لحضور مباراة الأرجنتين والمكسيك، أقوى مباراة بالمجموعات، مباراة صعبة خصوصا بعد خسارة الأرجنتين في المباراة الأولى مع السعودية. إن شاء الله اليوم أبو تياغو ببيضها، وحاليا بنحضر كمان مباراة الدنمارك وفرنسا على التليفون. نايف، شو توقعاتك اليوم للمباراة؟ نايف 2-1 للأرجنتين إن شاء الله يا رب. أبو يوسف، أيوة، شو توقعاتك لميسي اليوم؟ 3-0 للأرجنتين إن شاء الله. إن شاء الله ميسي أتوقع جول، بس لو لازم أهم شيء، أهم شيء اليوم فوز، وبعد هيك بحلها 100 حلال زي ما نقولوها مع بولندا. الملعب طبعا طريق، فمتوقع انه راح يكون 88,000 اليوم اكيد في الملعب. خلونا نستمتع بالاجواء المونديالية مع بعض اليوم. الله يا هلا، ليش تتوقع انت؟ هسا بدنا نمشي مشي تقريبا نص ساعة ل 40 دقيقة. الملعب تقريبا بعيد 3-4 كيلو. طبعا بستاهل ميسي ولا ما بستاهل يا ابو يوسف؟ بستاهل، والله بستاهل، هو اللي بستاهل. طبعا بداية الزحف الجماهيري. Amigos. 3-0. Vamos Argentina. Vamos Argentina. Inshallah. Inshallah. Champions Inshallah. Del mundo. هاي ثاني مباراة اليوم بحضرها. المباراة الأولى مباراة تونس، مع الأسف خسروا من أستراليا. طبعا أول كأس عالم بقدر الواحد يحضر فيه مبارتين نفس اليوم، ف يعني أنا بعتبر حالي إني عامل إنجاز. طبعا أكيد هاي السنة في ناس عملها، بس إن شاء الله تكون الأمور طيبة. حيهم حيهم اصحاب الزنبق. هاي الملعب طالعين جمهور المكسيك، طالعين اليوم يا جوناس مول، اي ما كنت اقول يا ولد دور.
جماهير المكسيك بكثرة. As a double get to visit Meng Anyu is the bleeding diary giant from China and also a global official sponsor of the FIFA World Cup Qatar 2022 with Leo Messi their ambassador. ملعب المباراة زحف جماهيري هائل صراحة، ما بحياتي كلها ما شفت أعداد زي هيك للجماهير. الآن أنا في ملعب اللوسيل.
الملعب كل كل رسمي ما في ولا مكان فاضي. استغرب منه جمهور الأرجنتين مع بداية المباراة سكت على الآخر، بس الجمهور المكسيكي اللي فايع. يعلو على صوت جماهير المكسيك. طرد جمهور المكسيك طرد.
بدل الضائع 2-0 للأرجنتين على المكسيك، يعني فوز من رحم المعاناة. مباراة صعبة. صعبة والله، الله ستر. الله ستر. صعب المباراة يعني صعب. بس بدك الصراحة، جمهور المكسيك خرافي خرافي، يعني غطى على جمهور الأرجنتين، ولا حسيت بجمهور الأرجنتين. بس الأرجنتين قلبوا يعني. بس الشوط الأول اكتساح جمهور المكسيك. أقل بس يعني تشجيع حماسي مش طبيعي. حضور جماهيري في هاي المباراة في كأس العالم.